خمسه مزيكا بقى. انت عارف احنا تقريبا كل حلقه حلقتين لازم نتكلم عن الموسيقى التصويريه والموسيقى بتاعه الدراما المصريه السنه دي في رمضان. طيب احنا شفنا مسلسل ضرب نار خلاص كده تمام، بس انا اعتقد زي ما احنا شفنا ضرب نار زي ما احنا سمعنا موسيقى بتاع مسلسل ضرب النار وسمعنا خيوط الذكريات مي فاروق، طبعا الموسيقى للعبقري اللي مش محتاج مني اي شهادة على الاطلاق، الموسيقار المصري محمود طلعت، وبصمة موسيقية شديدة الخصوصية. الاول اهلا بحضرتك وكل سنة وحياتك طيب ورمضان كريم والف شكر على المزيكا الحلوة. الله يكرمك يا استاذ يوسف، كل سنه وانت طيب. ازاي حضرتك؟ طيب ايه الاخبار؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله، رمضان كريم. لن اخفيك امرا وهو ان وانا بسمع تحديدا الاغنيه بتاعت خيوط الذكريات، فايه بقى اللي جه في مخي؟ هقول لك. كان الله يرحمه، الله يرحمه يا رب، فريد الاطرش انا في رايي اشطر واحد مزج ما بين البيانو وما بين الموسيقى العربي او الموسيقى المصري. ايوه صح. فاول ما انا سمعت بجد والله رايك كده برضو في فريد، اصل أيوة فريد الاطرش قوي قوي يعني. ايوه اول ما سمعت الاغنيه قلبي ومفتاحه والحاجات يا خبر يا خبر. قبل بقى دخلت مي فاروق بصوتها الساحر كما جرت العاده، الدخله بتاعه بيانو وبعدين تربين تربين مزيكا، والله قلت ايه يا نهار ابيض يا جماعه، ده بقى مش مساله فريد الاطرش يولد من جديد، لا هي مصر والموسيقى المصريه ولاده ولاده عبقره يعني. ربنا يخليك يا استاذ يوسف. لا لا هي كانت اغنيه احساسها حلو الحمد لله، يعني حتى المشهد كلنا عندنا اوجاع الذكريات والحاجات. طبعا طبعا طبعا. هل بيبقى لما بتيجي تألف موسيقى بهذا الشكل بتستدعي مثلا ذكريات شخصية ولا بتعتمد على النص اللي مكتوب بتاع المسلسل؟ هو اولا احنا يعني لما بتبقى بتفصل حاجة مخصوصة لمشهد درامي او حاجة مخصوصة للدراما طبعا بتهتم ان انت عايز تعرف الاغنية دي نازلة على انهي مشهد، يعني عشان انت في الاخر عايز توصل احساس المشهد، بس مش هي انت مش هتسمعها كاغنية سنجل بس لوحدها. فهو دايما هتلاقيني في شغلي برضو بحب حتى لما ابقى موظفه على الدراما انها تقدر تسمعها لوحدها بعد كده. صح. يعني دايما ما بحبش القولبه دي ان انا ابقى مزنوق في قالب معين او حاجه، يعني اعمل المعادله الصعبه زي ما بيقولوا كده انها تبقى تنفع تسمعها لوحدها بعد كده كاغنيه سنجل يعني. صحيح 100%. لكن ما بتستدعيش زي لو صح التعبير كده ذكريات مؤلمه تدي شيء من الشجن كده جوه اللحن او حاجه؟ وانا ما بستدعيها عشان انا تقريبا عايش الذكريات. لا 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 يا اخي، ربنا يجعل كل حياتك سعاده. ربنا يخليك. اكيد كلنا عندنا يعني دايما كلنا عندنا المنطقه دي، يعني اول ما على طول بفتكر والدتي الله يرحمها. الله يرحمها يا رب. يعني دايما كلنا عندنا مشاعر كده خاصه بالذكريات واوجاع الذكريات والحاجات، والحقيقه هي يعني كان الحمد لله اختيارنا موفق قوي لمي، لانها احساسها جميل، وهي كانت لسه كمان عندها والدها كان متوفي قبلها باسبوعين تقريبا، فهي جت وهي بتغني يعني يا عيني مش عايز اقول لك كانت حالتها صعبه. طبعا طبعا غنت من قلبها بس كانت حاسه من قلبها، كانت حاسه جدا يعني. احنا قلنا لازم نعيد عليك ولازم نشكرك على الموسيقى الرائعه، كل سنه وانت طيب ورمضان كريم. اتمنى تكون الموسيقى التصويريه عجبتكم. ومن عبقريه الى عبقريه متزايده. الله يخليك يا حبيبي. ميرسي يا استاذ يوسف، اشكرك ميرسي لحضرتك. الف الف شكر ليك يا فندم. كل الشكر لموسيقارنا الكبير الاستاذ محمود طلعت مؤلف الموسيقى التصويريه السنه دي. طبعا هو مؤلف موسيقي بشكل عام بس السنه دي طبعا ركزوا مع الموسيقى بتاعت ضرب نار والاغنيه، الاغنيه فعلا حلوه، هي مؤلمه بس حلوه.